بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلوقتي هنفتح البروجكت بتاعنا وهنفتح الحاجة اللي احنا شغالين عليها يعني، والسيرفر والكلام ده كله. اوكي، وعايزين نظبط شوية حاجات كده سريعة في الكارت، لسه في الكارت ماي كارت. تمام، يعني عايزين الموضوع هنا يبقى ايه، يعني ريدابل اكتر، وخصوصا للارقام، وخصوصا ان احنا عايزين نزود حاجة تاني كمان، ان احنا مش هنقعد نخلي الراجل يقعد يعد وانا اشتريت كم منتج، واحد اتنين تلاتة، لا عايزين نكتب له الكلام ده فوق. طبعا في ناس بتحب تكتب السامري والحاجات دي في النهاية، انا عن نفسي بصراحة بحب اخليها فوق بصراحة. انا عن نفسي بصراحة لما بدخل مواقع والاقيها تحت بصراحة بتضايق، بقعد انزل وابص هو فين واقعد ادور. في ناس بتحطوها على الجنب ثابتة، في ناس بتحطوها فوق ثابتة كده، يعني على حسب، وعلى حسب الديزاين بتاعك برضو. انت خد بالك الفرونت اند بتاعك هو اللي بيظبطك. تمام، يعني برضو ايه، يعني بحاول بفضل الله امسك هنا الباك اند اكتر في الكورس ده، بحاول امسك الباك اند ايه اكتر، ولذلك ما دخلتكش في اي تفاصيل فرونت اند خالص، ولا هدخلك في الجانجو، لان قلت لك ايه، لو عايز تذاكرها احنا شرحنا لها كورسات تانية خالص، واخرها كان البوت ستراب 4 حتى الان، او حتى الان بتاريخ 19/7، لان انا ما اعرفش الفيديو ده هيتم امتى، المونتاج بتاعه ونشره والكلام ده كله. المهم خلينا نرجع لموضوعنا، وعايزين نيجي هنا نعرض الراجل معاه كام منتج ونخلي الموضوع ريدابل شويه. طبعا حته ان احنا نقول له معاه كام منتج دي سهله خالص بفضل الله، كده كده هو ما دام عمل اوردر هيبقى فيه على الاقل منتج واحد، يعني هيبقى فيه اوردر ديتيلز. فالمهم هنا بقول له فول نيم كذا، بعد كده هنا بقول له اوردر نمبر كذا. تمام، طيب خلينا ننزل انتر هنا. اوكي، بالمنظر ده، وننزل انتر هنا كده بالمنظر ده. طيب هاجي هنا بقى هقول له ايه، فور كذا، ها كذا برودكتس، ايه رأيك؟ كذا ده هعمل الكيرلي بريسز اتنين شمال واتنين يمين. اوكي اهي، وادخل جوه منها هنادي على الاوردر ديتيلز. هنادي على مين؟ هنادي على الاوردر ديتيلز اللي عندي، اوردر ديتيلز اللي عندي. هقول له دوت هات لي الكاونت اللي فيك، الله يبارك لك، دوت كاونت، هات لي مين؟ هات لي الكاونت اللي فيك. وهاخد بعديه مسافه كده وهقول له ايه، برودكتس فور كذا برودكتس، فاعمل سيف. جيت عملت ريفرش هنا اهو، فور اربعة برودكتس، عد هو لوحده من غير ما انا معد، مش لازم هو يقعد يبص واحد اتنين تلاتة اربعة، او يبص حتى على الهاش ديك ويبص، لا اهو قدامه خلاص. طيب بفضل الله لغاية كده تمام قوي. التفاصيل دي مهمة جدا، واهم ما فيها الارقام، اهم ما فيها الارقام. فانا عايز اميز الارقام دي تبقى ريدابل اكتر، عايز اميز الارقام تبقى مين، تبقى ريدابل اكتر. فخلينا نظبط الموضوع. بص مبدئيا كده انا هروح في الماي كافيه، اوكي، وهروح في الاستاتيك اللي جواه الماي كافيه اللي هو البروجكت بتاعك، ملف البروجكت الرئيسي جواه ملف بروجكت اللي هو اللي جواه الاعدادات والفيرشوال انفايرمنت والكلام ده. فانا دخلت على الماي كافيه نفسه اللي هو اللي جواه يعني، ودخلت على الستاتيك اللي جواه اللي هو الاصل، وهفتح السي اس اس، وهفتح ستايل دوت سي اس اس، وايه هنزل تحت كده وهزود هنا بعد البرايز مثلا كده، هعمل ايه، هعمل كلاس في السي اس اس هسميه ماي داش نم، اظهر بيه الارقام يعني. تمام، وهعمل ايه الكيرلي بريسز بتاعته، وهاجي هنا بقى واحده واحده. مبدئيا وانا عايز الكالر بتاعته تكون على دارك ريد، ماشي. ايه تاني؟ دي كده ايه، دارك ريد. وعايز الفونت داش وايت يكون مظبوط على بولد، عايزه ايه، بولد. اوكي، ايه تاني عايز كمان اظهره اكتر؟ عايز اعمل بوردر، عايز اعمل بوردر، البوردر ده يكون
واحد بيكسل يا دوب يبين سوليد، ويكون دارك ريد عشان ابقى يعني ايه ماشي مع التصميم اللي عندي يعني. خلاص اوكي. وعايز كمان اعمل طبعا البوردر، انا عايز اظهره اكتر، فهعمل له بادنج من جوه. خلاص نعمل بادنج كده. المهم عندي طبعا الشمال واليمين، فهنخلي دي قليلة فوق وتحت مثلا 2 بكسل كفاية، ونخلي مثلا الشمال واليمين مثلا 10 بكسل. ونعمل كمان بوردر ريديوس. تمام، معرفش ناس 50 بكسل. يلا ودي ايه سيف يعني، متهيألي كده هيبقى واضح جدا يعني، والله اعلم. مش عارف بقى لو عملنا له باك جراوند صفرة هتبقى حلوة، تعالى نحطها ونجرب. باك جراوند كولر يلو مثلا، مختلف عن الموجود. مش عارف هتبقى حلوة ولا لأ يعني، هنجربها. لو عجبتك سيبها، ما عجبتكش شيلها. خلينا بقى نرجع لهنا نظبط الكلام ده. أنا هعمل إيه؟ هاخد رقم الاوردر طبعا. بص لو تلاحظ، بص مفيش حاجه باينه خالص، بص كله كلام ورا بعضه يعني مش ريدبل خالص. وانا في نفس الوقت مش عايز ازود السطور يعني، لو خليت كل واحده من دول في سطر، عشان كده في ناس بتحب تخلي السمري تحت، عرفت ليه بقى؟ فانا عايز اخلي الموضوع ريدبل وفي نفس الوقت يكون ايه؟ يكون فوق، ماشي؟ فعشان كده همسك الاوردر اي دي ده كت، وهعمل زبانه حلوه كده زبان. تمام، دوت عشان اخد من هناك ماي داش نم اللي انا لسه عامله حالا، وادي ايه انتر. وهحط هنا بقى الايه الاوردر اي دي، وهعمل كده مع الباقي. هعمل كده مع مين؟ مع الباقي. خلاص، فهاجي هنا اهو، هاخد التوتال، هاخده كات، وهعمل اسبان دوت ماي داش ماي داش نم اللي انا لسه عامله، وادي انتر، وهحط جواه هنا ايه التوتال. ونفس الكلام الرقم بتاع المنتج، كم منتج؟ ما هي الحاجات دي لما تبقى ريدبل بتريح الراجل اللي قاعد على الشوبنج كارت. خدت نفس الكاونت ده، خدته كات، وهعمل اسبان، هعمل نفس اللي عملته دوت ماي داش نم، وادي انتر، وهحط هنا مين؟ الكاونت بتاع الاوردر ديتيلز، وهعمل سيف. ماشي، وبعد لما عملت الكلام ده كله خلينا بقى ايه نعمل ريفريش. بص خد بالك من هنا الصفحه مش باينه، اعمل بس ريفريش، مفيش حاجه اتغيرت. طب معلش عايزك تعمل كلير للكاش الرخم ده بتاع السي اس اس، عشان الملفات دي بالذات لازم بيتعمل لها كلير كاش كل فتره. فهتعمله ازاي؟ هنا شيفت مع اف 5 اهو، شيفت مع اف 5 اهو، عمل ايه كلير للكاش اللي موجود، وراح ظهر لك الجديد. فبص بقى الموضوع ريدبل خالص، بس بصراحة أنا كنت حاسس إن اللون الأصفر مش هيبقى حلو، فمعلش روح شيله أهو، شيله. أنا متهيألي هو كفاية أوي البوردر علشان حتى ما يبوظش الديزاين كده، أحلى. أيوه كده، كده أحلى، كده ماشي مع الديزاين، وفي نفس الوقت شكله يعني مألوف كويس، وفي نفس الوقت ريدبل، صح ولا لأ؟ يعني في نفس الوقت إيه؟ ريدبل. أهو بص خد بالك بقى معايا، الأول ما كانش باين، دلوقتي باين أوي. الارقام بالذات، الارقام بالذات. بص اوردر نمبر 1، ولو طول شويه هيبقى شبه ده، فما فيش اي مشكله بفضل الله. اوردر نمبر 1 ويز توتال كذا، ده التوتال اهو باين، اهو باين قوي. فور 4 برودكتس، يعني انت ايه رقم الطلب بتاعك 1، واجمالي الطلب بتاعك 1180، والمنتجات اللي انت شاريها في الطلب ده 4، واضح جدا كده. ايه كده؟ بفضل الله افضل، شايف كده؟ كده احسن ولا لا؟ وفي نفس الوقت السمري بتاعك فوق. تمام، مش عارف بقى الاسم هنا، لو عايز تحطه في حاجه زي كده براحتك، مش عارف، تعال نجرب. فين الفول نيم اهو؟ ده النيم اهو، ماشي. انا هاخد النيم ده كله كده كات، وهنزل انتر، هعمل اسبان. تمام، هعمل اسبان دوت ماي داش نم، وهدوس انتر، وهحط الاسم جوه الاسبان دي، وهعمل ايه
سيف الاسم بالكامل جوه الاسبان واعمل سيف، اشوف شوفها لو حلوه سيبها مش هتخسر حاجه. ماي نم ماي نم يا عم، انا سميته كده، وسميه ماي شو، سميه ماي اي حاجه اهو، يعني متهيألي كده هي مش وحشه صح؟ شغال برضه على اساس يبقى الاسم بتاع يعني ايه، يبين الحاجه يعني فول نيم ده حاجه مكتوبه من الموقع، لكن اسمك انت اللي ظاهره خلاص. فول نيم كذا وائل عزت، وهنا اوردر نمبر كذا، ويست توتال كذا، فور كذا برودكتس، تمام. عايز تغير اللون براحتك، يعني عايز تخلي اللون اسود وتكتفي بالبولد براحتك، عايز تخليه كده براحتك. يعني في ناس ما يهمهاش الموضوع ده قد ما يهمها ان هو فعلا يبقى مؤثر للي قاعد وبيشوف، علشان يقدر يستكمل شغله يبقى افضل بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله، عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.